سبحانك اللهم يا حكيم يا عليم، علمنا من حكمتك واتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام أيها الأحبة في الله، إلهي سبحانه وتعالى حدني أقول هذا جيج ما بميلون كبلا وانا أشاركي لما بقول إيو أفراد تفسير كقرآن كريم كأنين دراري وسو ويل بنين كبلا وددون سورة الأعراف سورة المؤمنون. سوردان ما بلاري سورة المؤمنون من كم مقعب انتاه إراي وكورنا معدو آيد كواد سورة كبلا وداز مركي إلهي سبحانه وتعالى أسلي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سلاس درتي سوردان ما بلاري سورة المؤمنون. سورة المؤمنون وسورة اللواتن يسدهاد أمرك الانفيري ترس أهان قرآنك الكريمك الله كبلا وسورة الفاتحة لنقبر بالناس لنجد مارك الله مراو سورة المؤمنون ما بكو إداسة سورة لباتن إيو سيدهات أترسك قرآنك الكريمك. سورة المؤمنون وسورة مكية ما بكو ميد أتا سيتين اللي تي سورة داد وهكو ديجن تي صوبنا عليه الصلاة والسلام وسكنولي أما قال ذا مكة المكرمة تمي إيس ديد السنة وقرآنك الدقاي قرآنك اللنقر داي سورة المكية يا سورة المؤمنون إيانو كوميد أتا. سورة المؤمنون أيضا جمعي بكو كوبنين بقول تمن إيو سيد أيضا كو كوبنت. سورة المؤمنون غابك ين خضلاز مركون حقوبنا أولا سورة المؤمنون ما بكو مدتا سورة دوغي حدقي أسيتين اللي تي سورة دوت أولون غرداي سورة المكية أنتي صوبنا عليه الصلاة والسلام وسكنولي تميس ديد سن أما غالدا مكة المكرمة سورة دوغي حدقي مركو سورة المؤمنون إيانو كو مدتا. سورة المؤمنون ما بداو ياسه أصول الدين دين تو أصول جاء ومن التوحيد والرسالة والبعث والجزاء واليوم القيامة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. من التوحيد كا إيو الرسالة دا إيو النبنم دا إيو حاسبيوك إيو بون أفوفك إيو هرستاق إلهي سبحانه وتعالى سيدة سورة دا مكيغا أنتل ماميان أو كلاب مركز سورة دا أنتل ماماز. سورة المؤمنون ما يبا أنبان بحد دونته أون أونكو أرغو دونه دلائل أو وبين أو كتوسيايان قدرت إلهي سبحانه وتعالى يوحدانيديس أو أورتانكو كون كان إيو إنسانكا إيو حيواناتكا إيو نباتكا إيو سماواتكا إيو دولولكا إيو بوره إيو بضه إيو جيدو إيو حيواناتكا دمانتيو أورتانجو انتي إلهي سبحانه وتعالى شليدس لأ أوري أحد مخلوقاتك كوميدان أن لوغداغني تاسنا ما يبان نطو سياسي وحداني دي إلهي سبحانه وتعالى انتي إلهي شليدس متيس عبادة وقونة لقوال إلهي سبحانه وتعالى. ما يكالي أرغو دوننا سورة دانتي يأنبان باحة دونتا غار أحان أول جي أورتانك آذنها ونبي الله آدم عليه الصلاة والسلام قابكي إلهي سبحانه وتعالى أوري كدبنا آذانها كلا النبي الله آدم كبارمي قابك أصوم أبو ري سديد مرحلة دوت أصوم مردون يا إلهي سبحانه وتعالى إيدي إيد نينكو تلمامه مركي إلهي سبحانه وتعالى نللي واي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم خلقناه نطفة في قرار مكين مركي إلهي سبحانه وتعالى نللي واي كدبنا ما يبتل معمدون تا سورة مركز ساسلنك قدب حيواناتك أو إلهي سبحانه وتعالى كرافي أو آذنها إلهي سبحانه وتعالى أبوري سيدا قالك إيو اللوذ إيو إرنكا إيو وحيابه إلهي سبحانه وتعالى رحوالي أو منافعاته يا سورة النين تل معمدون أنتاس مركز لك قدبنا هذا ما يبقى سورة تل معمدون تا نباتاتك سيدا من موسكا إيو إمباغ إيو جليت إيو مزجيد إيو وحيابه لولك لكتاب داي أردن أو آدنا إلهي سبحانه وتعالى كتال غلي مركي إلهي سبحانه وتعالى نلي في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كدبني إلهي مبنين تلما مدونة سماواتك أبو رتانجو
oo todoba da iyo dhululka abuuritaan jo buuraha abuuritaan jo badaha abuuritaan jo iyo waxyaabaha makhluuqaadka oo dhan ilaahay subxaana watacaala abuuri taasoo na tusiyaas waxdaanida ilaahay subxaana watacaala iyo qudradiisa awoodojay oo ugu weyn oo ilaahay subxaana watacaala na tusiyaas taasa marka suurada nintaa badaas suurada kadibna maba anbanba hadoontee yaani qisasu bacdu lambiyaai yaani qisooyin oo ambiyada qaarjo iyo markaasna maxamed calayhi salaatu wasalaam tasliina an ato waxyaabihii usoo kulu kulami nabiyuna muxammadin sala allahu calayhi wasalam min adal quraysh yaani kufaaru quraysh dhibaatooyinkii oo diintii ilaahay subxaana watacaala oo markiiusa anbandhiki iyona ha ku hoos jeesdeenno risaalada dafiran diinta dafiran nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ku sheegan saaxir ama kaahin ama falanfalo iyo ku sheegan kadibna ilaahay subxaana watacaala mayba xaq qaada doonee gisooyin dhowr ah oo ambiyada ilaahay subxaana watacaala iyo waxyaabihii iyo kulukulumen ummadihii ilaahay subxaana watacaala diri taasna mayba an ataa nabiyilaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam tasliya unuuna mayba nin ataa cibro qaadasho mayba nini leeyaa war hooy haddii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isan rumeeyo waaytan ee ummadihii hore ambiyada leen diray risaale leen dhiibay markii ilaahay subxaana watacaala rasuulidiis iyo beeniyan kufan garaareen oo kibir iyo santeeg oo risaaladii ilaahay subxaana watacaala la gaabileen ilaahay subxaana watacaala sidii ummadahaas hor iyo an helaagi oo kale isagna lisiin helaagee haddii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isan rumey waaytaan gisadu an kuhoreyto suuradan nin taabado doonta markii nabilaahi aadam calayhi salaatu wasalaam laku guduba abuuritaankiis iyo xayawaanaadkaas iyo nabaataadkaas ilaahay mayba xanin qaado doonee qisatu nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkii un ka horeeyey adduunyada risaalo lahanku dhiibo umadna lahandir yahay 900 sano oo ilaahay subxaana watacaala diintiis dadkunku weeray kadibna markii iyo diideen qaabkii lan xaaqay oo minaha lunku helaagay biyo iyo ilaahay subxaana watacaala suuradan ninku tilmaamee kadibna markii nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam gisidiis meele ilaahay subxaana watacaala ninku sheega oo ilaahay subxaana watacaala ummadii nabiyullaahi nuux saasan helaaga ilaah adana maba nin sheego doonee qisatu nabiyullaahi huud calayhi salaatu wasalaam maca qowmihi qoladiis waxyaabaha usoo kulo kulami nabiyullaahi huud markii laku gudub ilaahay subxaana watacaala adana maba nin sheego doonee qisatu nabiyullaahi saalax qisatu nabiyullaahi yacni shucayb calayhima asalaatu wasalaam iyo duuduub ah iyo ilaahay subxaana watacaala nin sheego doon kadibna qisatu nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam kadibna qisatu maryama albatuul iyo cunugsha ciisa ibnu maryama calayhi salaatu wasalaam kadibna suuradda mayba anbanbaha doontee kufaaru quraysh iyo anaadya iyo santeegi iyo ku santeegen xagga oo ilaahay subxaana watacaalana kadibna oona tusu doona abowdaha ilaahay subxaana watacaala ku tusiya waxdaanidii ilaahay subxaana watacaala sida iriido abuuritaanje hamiinkii iyo maalinta iyo xujaj oo waaweyn oo baraahin oo markaas la hor dhigay iyo inkirsanaay maalinta qiyaam iyo hasbiyowga iyo markii ilaahay subxaana watacaala tuse weliba suuradda mixwarje ama udub dhahaad ee meba ku dul wareegday yaani qisooyinkaas iyo abowdahaas ilaahay subxaana watacaala bandhigow waana ku mucjizayow nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam oon haddana laku ganfur ibiyow gaalada diidnaytii hor istaag ilaahay subxaana watacaala iyo bacfigii iyo nushuurkii iyo hasbiyowkii iyo buun afuufkii iyo lixisaabtankii ilaahay subxaana watacaala usan la xisaabtamow odoomidiis ee maalinta qiyaam kadib intaas markii ku gudubta suuradda mayba arago doonne iyo ninka sheekayaas yacni madhar min madaahiri yowmal qiyaama shidooyinka maalinta qiyaama jiran iyo waxyaabaha gaalada iyo la kulmo doonaan markii adduunyada iyo ku bahayaan ee sakaraadkii iyo eyin waxyaabaha iyo tamaniyi doonan oo ilaahay subxaana watacaala iyo ku dalbado doonan markii iyo nafti ku bahaas iyo maba leyn ilaahay oo adduunyada neegnag mar oo ilaahay subxaana watacaala adduunyada xafaarujiyey oo naartii ilaahay subxaana watacaala hor suriyin ama cadaabkii ilaahay subxaana watacaala ka jiran ama naftaba laku qaadahay xilligaas suuragalna ma aantii amal wanaagsano adduunye iyo xaq ku suubsadano langnaga marka heyhaata heyhaata lima tu adduuna mar suuradda mayba warjaxa ku gebagabeey doontee meena iyoo ku sheekayaas maalinta qiyaama
inta dadkan shar qaybsamo doonan lama firqa. Firqo ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey oo diintiisna raxay, ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala aan dirayna rumeeyey, risaaladan rumeeyey, qur'aankana rumeeyey, iyo meeli ilaahay subxaana wa tacaala ku talagalay oo jannooyinka oo nicmooyinka fara badan oo daa'imka intiyo ka jiro doonan. May kale ilaahay subxaana wa tacaala nin tilmaamo doonee qolada ashqiyada ah oo ba'awinta ah oo ilaahay subxaana wa tacaala ku kufriyey, diintiis diiday, ku galan seeray ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala ee risaaladii lindhiibi diidan, iyo meeli ilaahay subxaana wa tacaala uu ku talagalay naarta ah. Wili mayba aragga doonee markii naarta saas aan galan xiwaar dheer iyo luweel dhado doonan ilaahay subxaana wa tacaala oyo ku dalbadaayan ilaahu meelun leen noo saar ee naarta iyo ku dhex qaylayaan oo ilaahu nin gargaar haddii mar dambi uun xakunagana dhibaatadan iyo dunuubtan uun adduunyaha ku suubini ee mar kale lay minaha adduunya najeey oo fursado yar laynasi haddii mar kale uun xakunagana unuuba dad daalimiin ahe saase liin marka ilaahay subxaana wa tacaalana mayba eran doonee aqsauu fiiha walaa tukallimuun war naarta hor aan gala waanu ku dulowa weligana in la hadalanare ilaahay subxaana wa tacaala. Marka suurada antaasa ku sheekayaas markii la hakoobo mayna la eray suuratul mu'minuun ereygaas oo marka aayada koowaad oo markaas ku dhamaadow ilaahay subxaana wa tacaala markii usilay qad aflaxa almu'minuun ya suuradan minaha magaa jeeto waana suuradii 23aad waana suura makiya oo 18 suuradood oo makatal mukarrama anti suubana alayhi salaatu wasalaam ee tumii 8 sano qur'aanka degay usu ku noolay iyo suuratul mu'minuun iyana ka mid ata ee suuradii nin bilaawateynu waato. Qaala tacaala ilaahay mayba erey abda'u mayba ka bilaaway haadihi suura suuradan sharafta badan oo la erow suuratul mu'minuun bismillaah ilaahay wiina magaac iyo ka bilaawe arraxmaani allaha soo naxariistiis guud aan naxariisada mu'miniinta arraxiimi allaha soo naxariista gaar aan naxariisada mu'miniinta shileediyo ama arraxmaani markili leyn waa arnaxariistii oo guud aan naxariisaday oo doomidiis oo dhan gaal iyo muslim oo adduunyada intiiyo ruugan kaafir iyo mu'min iyo mujrim iyo mu'min iyo kulli jamar ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiis wada deeras oo meenaha bilow ana bilaaw anu ku bilaaw ya marka maga ilaahay subxaana wa tacaala suuradan ka bilaawe arraxiimi naxariistaasa gaar oo ilaahay ku talagalay mu'miniinta ee jannada bilow anu ku bilaaw ama uskiima anu uskudaw allah soo magaciis allah usiiy ya suuratul mu'minuun ka bilaawe ilaahay subxaana wa tacaala. Qaala tacaala ilaahay mayba erey qad mayba xaqiiqa ee aflaha antuusi liibani almu'minuuna mu'miniinta anti iyo liibanin oo guul iyo gebageba diiran iyo marka xaqiiqeeri ilaahay subxaana wa tacaala qofkii mu'min ah alla rumaayey nabo rumaayey qiyaamo rumaayey risaalo rumaayey runtii kaasa liibaniyari ilaahay subxaana wa tacaala. Mu'miniintaas oo liibanin ilaahay mayba ninku tilmaamo doonee dhowr sifooyin iyo leyn haddii sifooyinkaas aad isku xela mayba ku mid noqdaase dadkii ilaahay subxaana wa tacaala u soo eri qad aflaxa almu'minuun sifooyinkaasna mayba diireyaan li ama todoba diireyaan alaa uu tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala mayba xaqku gebagabeeyo doonee ulaa'ika humul waarithuun alladiina yarithuuna alfirdowsa hum fiha khaalidun yara ilaahay subxaana wa tacaala. Qaala tacaala ilaahay mayba erey qad mayba xaqiiqa ee aflaha anti liibanin almu'minuuna dadku mu'miniinta la erow ya liibanin ar ilaahay subxaana wa tacaala migal laho ama belaan leh oo jinsi walba aan dhaladeenna ama qabiil walba aan dhaladeenna meena shuruudda may leeataa al-iimaanu billaahi caza wajalla rumeynta oo ilaahay subxaana wa tacaala la rumey iyo camal oo wanaagsan oo haddana lagu helay iyo mutaabacatu rasuul sala allahu calayhi wasalam rasuulka sala allahu calayhi wasalamna ku dayday. Qofkii liibani mayba la jeeda ilaahay subxaana wa tacaala markii usuu koo dhuuro wari nafta iyo diidas ama qoon sidaas markii koo dhuuro waxyaabihii adad tiig sidaasayn oo janna ah ilaahay subxaana wa tacaala ku sii. إلهي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران آخر جمع بحني أري فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما لنكي لك إلالي
نار لو كي إلى ليه جندي إلهي سبحانه وتعالى لجليينه فقد فاز لانكاس ليبنيري إلهي سبحانه وتعالى المؤمنين تدت كاسلين لجيد مر وادت كي نارتي إلهي سبحانه وتعالى كبد بادي أو جندي إلهي سبحانه وتعالى دحل توي أهان اللنسي صدق نأرغو دون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون مركي إلهي سبحانه وتعالى أسلي قال تعالى إلهي ما بأري قد ما بحقيقة أفلح أنت الليبنين المؤمنون دتك إلهي سبحانه وتعالى رمي مجل يبلان ولي حاذنب ليبنين غير إلهي سبحانه وتعالى دتك أس ليبنين مركز سفوين كي إيو كل ليبنين إيو قولس ولا إيو كديرن يا إلهي سبحانه وتعالى ميلون نين كتحه قال تعالى إلهي ما بأري الذين مؤمنين تعب اللأري الذين أخيارتي هم أخيارتس أو في صلاتهم صلاة جدانتي خاشعون كخشو أيام مر كو صلاة دتي كخشو أيام أركانتي بويان واجبات بويان أنكم مشغولا أمورها الدنيا أنكم مشغولا التلفون أنكم مشغولا جلوسي يو درج يو وحيابا كلا الدنيا أردن وقلب ينفرجو ولا يو أخريان ولا يو تكدايان أردن بإسوا فقصنا أن جردو أنت ربنا عز وجل هرسرين جردانا أمركزنا قلوبتي بخاص ومركا قلوبتي نجريدز ما يبقى ما أنصداسه قراءة القرآن الكريم ما يبقى ما أنصداسه هر استاج إله سبحانه وتعالى ما يبقى نيد يوتيكس داينا أو نكوحاينا قلوبتي أردن خرتي أنت إلهي سرني سدي إلهي خرتي سرني أمل يا الله سبحانه وتعالى أبدايان فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا ربنا عز وجل أذن أرجعين أصوب بك أرجع سدي خرتة سرني إلهي كدا وضحي أمل حق قاد وبكدا وضحي وأنك أرجعه صلاة دس على صلاة فدان خشوع أنت يا مركز أدوك تكوت الذين أخيارتيو مؤمنين تقولي بنتي ما بوايم الذين أخيارتي هم إيو في صلاتهم صلاة جدانتي خاشعون كخشو عيو مرق والذين سفد لما ذواته والذين أخيارتي مؤمنين هم إيو عن اللغو ما لا يعني معرضون إسكو كجيس دايان حضر هذا ما لا يعني دينتي إيو الدنمدي إيو الشرفتي بوال أنتمو إسكو كجيس دايان وإذا مروا باللغو مروا كراما مركي ميل أو لغو إيو ما لا يعني اللقوحاي صدا جرت إيو تربت إيو ميل لقحا سواو إيو إلهي سبحانه وتعالى الدين تسيو حرف قرامد إيو أحاديث نبي محمد عليه الصلاة والسلام لنكو فائده سدان ما يبقى مران إيو الشرف لي أو من الدقن ياسل مركي ميلا مرا والبمكو درس دانغر إلهي سبحانه وتعالى سفاد اللهم أو مؤمنين تيلايكو سفا ما يبوايم والذين أخيارتيو هم أخيارتس أو عن اللغو يعني ما لا يعني هجز معرضون كجيس دايان واي سفيد سيدهاد إلهي مبكو شاقي مؤمنين تاس والذين أخيارتس أو مؤمنين تاس ما يبوايا هم والذين أخيارتيو هم إيو للزكاة زكاة وصندك مركي هوري يغدو مال جنم ومركي اللي حسابي نسابكي كبهاي ومركي اللي ديرا أما وكواجبتنا فاعلونا حاني الزكاة صوبياي أمر ليباي ومرك والذين سفيد السدهات ومؤمنين تيو اسكو لين ما يبوايا والذين أخيارتي هم أخيارتاس للزكاة زكاة فاعلونا دافعون الديبان ومرك سفد أفراد إلهي سبحانه وتعالى كشيغهي مؤمنين تقول ليبانين ما يبوايم والذين أخيارتي هم إيو لفروجهم أو رضيو ميغل إيو بلانب حافظونا مئنها لور ذاينغر إلهي سبحانه وتعالى كوي فروجيو أما أو رضيو ذكر إيو أنثب ميغل إيو بلانب مئنها كدور ذاي زند كدور ذاي فحشيغ كدور ذاي يعني اللوات إيه وحيابه قرون كوردن با كإلى الصداي ومرك والذين أخيارتيو سفد أفراد ما يبوايه مؤمنين تي ليبن تي ما يبوايه والذين أخيارتي هم إيو لفروجهم أو ريال يو حافظونا دور ذاي ومرك أو ريال يو دنب دور ذاي إلا على أزواجهم أي لإنك دور ذاني من المؤمنين تاس
awridii ay baan ku dhowri laane calaa aswaajihim xaasas iyo koryo bes xaasaski iyo qaban ama bilaamay haddi iyaato xaas iyo le awridii infiiridaas haddii magal u seeyana awridiis may la infiiriday xaaskiis la infiiriday ama qof kale mina manfiiridow awridiisna man bandhikow maana tusow maana isticmaalaari ilaahay subxaanahu watacaala ilaa calaa aswaajihim xaasas iyo koryo unku hayna oo mise haddii magal eeyagna maa walaagi malakad xanatay eymaanuhum galnyaajo midigoojo xanati marka wali midigoojo xanati oo addoomme ah unku hayna meenaha lanka magalka ee mu'minka ah awridiis maylan isticmaalo kore oo ku shahwado gududu kore xaaskii ilaahay subxaanahu watacaala banaay horta ah iyo bilaamaynta kale muduuda ahoo oo gaalada iyo muslimiinta markii iyo isku dhiyan oo gaalada la ku qoqobsada bilaantiyo mujaahidiinta lan qiibi intii qiibe u saxa ku eedi may baan ataa minaha maa malakad eymaanukum iyo markaas lan mehirsan yaa isku ku dhadhalaasa isku ku shahwo gududaas ama magelka kaloo gaalada laha ku qafaalida maaha kurteeda kiin dhowe gurinyoha kiin gure biyo kiin orore haddii diinti ilaahay lambandhiko isla markii muslimagna may banagdaan dad axraar ee nagdaan marka dad axraar eh iyo nagdaan muslimiinta lamid eh ama qofku mu'minka eh oo ilaahay subxaanahu watacaala higis ku liibana sifada afaraad ilaahay meba ku tilmaamay dadkuun oo markaas furuujiyo iyo awradiyo ilaaladaayan libaadku ku ilaaladaayan waxyaabaha kale ku ilaaladaayan fuxshiga iyo zinid iyo waxyaabaas ku ilaaladaayan ilaa calaa aswaajihim xaasas iyo koryo unku hayn ama bilaamay haddi iyo ato iyana awradiya manbandhikaas ilaa unku hayna migalki iyo qaba ama haddii usan magal eeyana mayba ilaahay subxaanahu watacaala banaay lama banaay xaaska usa qaba haddii too lamaad qaba too saddexaad qaba too afaraad qaba iyo owmaa malakad eymaanukum tan shanaad oo ilaahay subxaanahu watacaala aan banaay mayb waaye haddii afar xaas ilaahay subxaanahu watacaala aan qoondayay waan ambinaayay oo markaas usoo guursada haddana naan rig ilaahay ku dhigo dagaal oo muslimiin iyo gaala laysku qaada ameerikan iyo waxyaabahaas nimankan ama dowladaha gaalada minaha bilaantiyo lahaquqobada bilaantaas ayba lanqiibiyay mujaahidiinta ee muslimiinta ee dagaalka ka jiranga lanqiibiya haddii shan hakii eed shantaas mayba la isticmaalase afarta xaas adag qabta ya la isticmaalas idoo ina guunu haanu guunu meel alaala meel adag ku xela ya ku isticmaala sidii alaabta oo kale lamid ayuwa mar owmaa malakad ama walaagi milkiiday xanatay eymaanuhum midigyaaljo xanadan fa innahum mu'miniinta gayru maluumiina xaanuna la dagaalamow gayr jow marka meenaha haddii xaaska awrada an bandhikata maykii kala dagaalam haddii meenaha bilaantaas oo mudiyaalka ah ilaahay galanta xagidi awrada an bandhikato ku shahwo gudud iyona maykii kala dagaalamaari ilaahay subxaanahu watacaala fa innahum mu'miniinta gayru maluumiina xaano luku eedow ma ee xaano lala dagaalamow ma ee xaano marka ila farta luku ku giliyo hooy ma inin dhowaateen meenaha la erow ma ee xaasaskiin meenaha weliba ajar fara badamaba luku helay xaaska markii adaab ku shahwo gudato may wale nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam mayba eray kadib markuus ha sheegay waxyaaba ajarkii abaalgudkii ilaahay subxaanahu watacaala higis luku helow maalinta qiyaam wa fii budici axadikum sadaq ari mark ahadkiin haddii mina ku shahwo gudud xaaska usa qaba ilaahay ajar an qore asaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam arantiya eed iyo eed an la yaabana mayba ereyna rasuulka ilaahayow an yaatiya axadunaa shahwatahu fayakuunu lahu ajran markaasa mayba eran axadkaana shahwadiis iyo mamacaanja intuusoo gudud iyo weliba ajar lanku daray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mayba ku fahansee erey ka waramaba haddii axadkiina mina dakarkiis iyo awridiis luweydiisada lahay bilaamay ama langmigil eh oo markaas ilaahay inin xalaaltayn bilaamayd haddii iyo luweydiisada lahayti migil oo ilaahay inin xalaaltayne oo ajinabi ku ceh aw migilna usuuna luweydiisada lahay bilaamay oo ajinabi ku e ilaahay subxaanahu watacaala inan xalaaltayn markii meelas shahwadiisku ku gududa ilaahay ma in qoro lahay ma in qoro lahayay dimbe iyo ilaahay in qoro lahay wa kadaalika sidaas iyo salamid ah iyo ilaahay subxaanahu watacaala unku qore ahadkiin haddii meenaha ku shahwo gudud xaaskiis
يأجر لهم كجرة إلى سبحانه وتعالى ما بقري والذين مؤمنين اللي بنت السفدة أفراد إيو اللي ما بوايه هم مؤمنين تي أو لفروجهم أو ريال يحافظون دور ذاين ومركة إلا على أزواجهم استعمال كي استعمالين أما دور شد إلا إنك دور ذاني على أزواجهم حاسس يو أما بلانته أو إلى سبحانه وتعالى حالا إنك ركي كرجون كخاين حد بلا ما يأتن على أزواجهم حاس كي منها حرتك يقب إنك خاين لان كلا يأم بند كورتا ملا ومرك أما لان كم مجلك ما يبقى أم بند كذي أما استعمالي أو إله أم بنائي لم أم بنائي حدي مركي بلان حبدو أسوق أبا تنكال ما يبقى كل ما يسدو كره حدي أسا أو مركز أود كلا إنن لحين كجورس ده بلا ميكال أولماد بلا ميكال سدهاد بلا ميكال أفراد ويركس انتو سقاد بوشكس انتو سهيرد أو آكيكس أسقاد غالان توس هل دقالما أمريكان إيو حياباز كدبنا حقوق بصدوي بلامين بلانتاز او هن رب باليل كأي او تمدغ ددير او سنكور رلوبان حانا ساقوق بصدوي او ما ملكت ايمانو مانغ نغداسي اما حدي كره إلهي سبحانه وتعالى ما بان بنايي أبود ريجيد إي أبود ماليين حدي أسلينا منها بلامي تو غورسوكور مثنا غورسوكور وثلاثة غورسوكور ورباع غورسوكور فإن خفتم حدي اسم أبسطن الله تعدلو فواحدة وفكان كتبر درنغا إلهي سبحانه وتعالى ما بأري فواحدة حبادو غورس دو أري مارك أما غوركو كواد ماركي إلهي بلا وايبا لامك بلا وكاري مثنا غورسوي وثلاثة سد غورسوي ورباع عفر غورسوي فإن خفتم حدي أد أبسطو فولي أد أتيو تبر دور لنغا مارك ريق نمد إيو مالك بحدي كتبر درستا فواحدة حبادو اسكو بيهي سوي لكاري مارك حبدو اسكو بيي بيي سوي يانا ساس با بجيلا ميغل مينا بلانت ما بجيلا لان حنو بادن او بلان بادن حنو مجيلا تولا اسكو كا اكاو اما بلان ماها حرتو كوات ايا غورسي تلي لانكو تلغالي إلا ايا كفر كو بادن حرتو كالا او هدن استرايو او مينا شرفتي ايا شهودي او كو ارجيو يمركاس يانا لونكو تلغالي اما لان كم ميغل كي اماها افرا غورسي دي ميكالا ان دير من او ما ملكت ايمانهم يان دير اما بلا مي حدي ايا لاته او دون او مركاس ايا ان شاق ايا ايا اسك لاته او ما ملكت ايمانهم ماها غالو كورتو امرك حرتا جيلي كو اكاداس او دون كاس من حد قدو بي كورتو امرك اما لان كم ميغل كي او دون تاس او بلان تيه إلهي سبحانه وتعالى فسحي إلا على أزواجهم حاسس يو قرجون كوهاين أما أما ولاغي ملكة حنتي إيمانهم مدقيال يو حنتي أو بلان إيه أو غالا لحكو قبصدي ومديال إن كوهاين مديال كاس مركة نكاح لاان ليسكو ميركو ليسكو غورسدي اما ماركي يول لحق قبضاي حدي إيو أور لينن إلا إيو أوركو كدجيان ما استعمالو أما مركي يو كردق دان آددان ما استعمالو إلا آدد كار يو كوكوياس سلن اوغاد مركا هادهو اوركاس او ميلو كردار داو لانك هوران توسلي يو لانكون دامن توسليسي مركا عراد إيو اولاداس إنسكو قصن ناري إلي سبحانه وتعالى فإنهم مؤمنين غير ملومين حانو للدقاء المو غير يو حد إيو استعمالان حاسس يو أمبان دكان أورديو او توسيو كوران او دينك كاستبان مركن استعمال كورانو إلهي سبحانه وتعالى بأغلو عمر قال تعالى إلهي ميري فمن ابتغى فمن أحدكي ابتغى دلبة وراء ذلك لمدان بلا مود ولي حكو هيري خيد يولانكي دلبة رياد سيد يعني فمن ابتغى وفكي ويدي سيد عمر وراء ذلك حاسسك إيو أوما ملكت إيمانهم iyo waliba garnyaagin midgeed milkiyan unku hayn iyo doomada doomada iyo xaasiskii san qabtan tan kuwaad tan lamaad tan saddexaad tan afraad iyo bilaantun kale oo mudiyalka ah gaalada la ku qabsaday iyo siin roogan unku hayna wali kala lanki way diyaar ilaahay subxana wa taala walaas ma han marka famani bataga wara adhalika mina waliba oo xaaska iyo bilaamay tan mudid king ah an hayna wal kala lanki loog loog wal ku weydiisay ama garanta isticmaal ama meena barkan dhikoy ama dhigado dhaggeli ama meenaha zin kala weydi ama liwaad weydi
ama irin iyo dameer iyo waxyaabaha marka dadkun shahaawada ku kati suubiyan ama suubi fa ulaa'ika kuwaas hum may ba'iyin al-aaduuna xaani ilaahi subxaana watacaala xuduudiis ku tilaabsaday waa marka dad xad gudubiyo marka ama guur fadaase ilaahay maba kimbinaway bilaan oo afare kimbinay kuwa la kimbinay lame la kimbinay sidi la kimbinay afara la kimbinay afartaas adoo qabto haddana maba la keeray odoon kale isticmaalo korto odoon ya isticmaalo korto soomaalidu odoonta sidii iyo infahmagna ma ah min allanko kinshaqeyow oo dukaanka kinkashaqeyow beerta koo taafaladow kaas odoon ma ah oo soomaalidu odoonka markii iyo eraayanba qaab kalen isticmaalaan lan midoowo san wiino madanka kan haddii oran odoonka kuleen dhiniyaalkaas iyo meelahaas iyo tanzaniya laha ku gadadya kuleen usuuna soomaali way adana soomaali ata wal ada dheertana male wal usu ku dheeryana male haddiiba marka ilaahay subxaana watacaala diintiis kiinku dheerayne cibaadada kiinku ku hormarneb ilaahay subxaana watacaala ma bare ina akramakum indallaahi ataqaakum faman ahadkii ibtaqaa weydiisada waraa'a daalika lamadaas oo bilaamood khiidu lanki weydiisada walkaram fa ulaa'ika kuwaas walaas weydiisadii humay buwaaye alcaaduuna xaani xad gudubeen waari ilaahay subxaana watacaala waladiina neenaha sifada shanaado waladiina sifada shanaad oo mu'miniinta liiba nin mayb waaye akhyaartaas hum akhyaartaas liamaanaatihim meena amaanooyinkii amaanooyin yo iyo wacahdihim iyo ballamadiyo raacuuna haani ilaaliyaayeen waa marka haani ammaanida lindhiibidi iyo ballamadii ilaahay la galeen nafsidiyo la galeen odoommada kale la galeen raacuuna haani ilaaliyaan waa marka mu'miniintii liibaanin oo sifada shanaad iyo liinga mayba ku mid ah waladiina akhyaartiyu mu'miniinta liibaanin hum mu'miniintaas liamaanaatihim meena amaanooyin iyo amaanooyinka maybalan la jeeda wali aadanaha kiin dhiibidi ammaanu way diinti ilaahay subxaana watacaalaa ammaanu way alamru waalnahyu waalxalaalu waalxaraamu anti intaas dhan baad ilaalida weli ilaahay kooreebi banaankaas ku marta ammaanidi gudati weli ilaahay ku faray fartoont ammaanidi guditi wa cahdihim ballamadiyo ballantii ilaahay ballantii oo aadanaha ada la gali ballantii oo nafsada ada ku qaadi tan ilaahay ada la gali may buwaaye takliifu sharciyi minaha diintun islaamka oo ilaahay alamru waalnahyu waalxalaalu waalxaraamu ku dul saaray wali ilaahay xalaaltay xalaal ku dhigato wali ilaahay xarami xaaragnimo an qaadato wali ilaahay ku fari fartoonto wali ilaahay kooreebi banaankaas ku marta alastu birabbikum may rabbigin miihiya shiriiday mii aabudaasana mii taalasaaradaasana ma oo dambeeyasana qaaluu balaa yareen marka ballantii ilaahay laku gali waa tas marka ballanta aad nafta ku qaadasona may buwaayeen meena annadaru nidir way marka nidarka aad galaaso markii ilaahayow badun haddii aad oo badbaadi sida maalamood iyo daraada aan soome ilaahu mayba ballan ku qaaday meena haddii maal ilaahay isii intii meena masjid ana dhis maalkiiyo xeli ballanti inteeda fulido la koofaday marka wacahdihim ballamadiyo raacuuna ilaaliyaayan marka waladiina sifada lihaad maybu waayeen oo mu'miniinta liibaanin waladiina akhyaartiyu hum iyo calaa salawaatihim salaadooyin iyo dhammaantii yaani waliba salaad sheegada sunno iyo farad boy marka sunno iyo farad waajib iyo sunno yuxaafiduuna ilaaliyaayan ama dhuurayan arkaantiya ilaaliyaayan shuruudiya ilaaliyaayan waajibaadiya ilaaliyaan marka waladiina akhyaartiyu mu'miniinti ilaahay hegis ku liibanayan hum akhyaartaas calaa salawaatihim salaado jo korje yuxaafiduuna meelaha qaar mayba ku argaane alaa salaatihim daa'imuuna lero fii suurati yani alxaaqa miya minaha sa'ala ilaahi subxaana wa taala mayba lee waladiina akhyaartii hum iyo calaa salawaatihim salaado jo korje yuxaafiduuna haani ilaaliyaan mark sifada lihaad waato ulaa'ika sifooyinkaas laha sheegi oo dhan kuwaas hum mayba waaye alwaarithuuna haani dhahaltooyadi oo ahaayeen waay marka haani wala dhaxlaayeen waay marka haani wala dhaxlaayeen waay adduunyada intii aad roogda
mabal lug yaabe aada iyo aawka ama waalidiintan ti dhahaltooyo maal adduunya baabuur iyo beer bid iyo beer inti kiin dhaafana lagu yaaba laakiin dhaxaltooyada inku wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala ninku sheegow qur'aankiis alladiina yarithuuna alfirduusa han jannaadi ilaahay dhaxlaayan waa marka ama dhaxaltooyo adduuny aawka markada ku dhaxla beritu aadana ku dhimadaasee koo kaleba koo dhaxlaaya marka ama jannada ilaahay subxaanahu watacaala markeeda dhaxla ahad kale koo dhaxla male ilaahay ma beere hum fiiha khaaliduuna waaba ku dhex waaraan dhaxaltooyadii ka dhex waaraan qaala tacaala ilaahay ma beere ulaa'ika min alitaasifa ilaaha sheegay alladiina hum fii salaatihim khaashicuuna waladiina hum anillawi mucriduuna waladiina hum lizakaati faaciluuna waladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim ow maa malakat aymaanuhum fa innahum gayru maluumiina faman ibtagaa waraa'a dalika faulaa'ika hum alcaaduuna waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuuna waladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduuna ulaa'ika litaas qola oo ilaahay subxaanahu watacaala hegis ku liibanayaan hum iyo eh alwaarithuuna haani dhaxaltooyada galaayeen waa marka alladiina akhyaartaas oo yarithuuna dhaxla doonan alfirdowsa jannaada firdows la erow suubna calayhi salaatu wasalaam mayba faray mu'miniinta haddii ilaahay janno weydiisadaasan jannatulfirdowse weydiisadaare ma wale jannatulfirdowse jannada dhadhaxaad yow iyo tan unku sarayt way webiyaalka afarta ah caanada iyo biyo iyo malabka iyo khamrada iya mayba xaku burqudaana jannatulfirdows yahku burqudaanari ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiis sala allahu calayhi wasalam alladiina akhyaartaas oo yarithuuna dhaxlaayaan alfirdowsa jannatulfirdows dhaxlaayaan hum iyo fiiha jannatulfirdows dhatiya khaaliduuna kuwaarangari ilaahay subxaanahu watacaala qaala tacaala ilaahay mayba eray usoo markaas ninku sheekayow yaani abuuritaanka aadanaha gaar ahaan nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam abulbashar alawal usi'iyo basharka oo dhan aawjo usi'iyo qaabkii ilaahay subxaanahu watacaala abuuri haddana aadanaha abuuri iyo marxaladaha usoo marow aadanaha iyo ilaahay subxaanahu watacaala meelu ninku tilmaame qaala tacaalaa ilaahay mayba eray walaqada mayba xaqiiqa ee khalaqnaa intiinu uugni al insaana aadanaha nabiyulaahi aadam calayhi salaatu wasalaam way min sulaalatin mayba ku uugnay meenaha mid la shagshagay way marka oo min diinin dhoobo higshe oo la shagshagay la nadiifiyey iyo ku uugnay way marka ilaahi subxaanahu watacaala saasare marka nabiyulaahi aadam calayhi salaatu wasalaam mayba ku uumay dhoobo oo markaas la shagshagay la soo soocay oo la shaldhilqiyey iyo ilaahay subxaanahu watacaala ku uumi walaqada mayba xaqiiqa ee khalaqnaa anti unu uugni al insaana nabiyulaahi aadam min sulaalatin shagshagoa ku uugni min diinin dhoobo higshi ah dhoobo oo la shagshagay oo markaas oo la nadiifiyey oo tan ku nadiifsan ilaaha ku biyey la cajiimi taasa ku uugneeri ilaahay subxaanahu watacaala uma intaas ku bacd aadanaha markii laha ku guduba jacalnaahu insaanka oo ku farcami aadanaha maybaa ku uugneeri haddana kale nudfatan yaani shahwi ku uugni fii qaraarin shahwidaasoo ilmagaleen gudaantis laku shibi ilmagaleenkaasoo makiinin la ilaaliyari ilaahay subxaanahu watacaala oo afjo hoos in jeedo waana haan dhiyaana oo kistaas yar oo shahwada oo meenaha ilmagaleenka hooyada oo markaas lagu teegay aawki iyo aada meena amshaaji nabtalihi yakhruju min beyni sulbi wataraa'ibi shahwadii aawkana godoobka ama dhabarka haku bahaaso tii aadana marka naasoogun iyo hebidka haku bahaas kadib markii laysku dhex dheeha amshaaji nabtalihi fajacalnaahu samiican basiiran ari ilaahi subxaanahu watacaala uma intaas ku bacda aadan markuuna uugni jacalnaahu mina owlaadisna mayba ku uugnay nudfatan meena shahwi ku uugnay fii qaraarin yaani ilmagalan gudaantis oo ka jar makiinin oo haddana la ilaali uma intaas ku bacdana khalaqnaa mayba ku uugnay an nudfata yaani shahwidii
alaga tanga ku dhigni hinjira ku ogni fa khalaqna hadana mayba ku ognay al alagata hinjirti mudogatan gamuurko yar oo hilibe iyo haddana ka weelni fa khalaqna mayba ognay al mudogata gabalki hilibna cidaaman lafa ku dhigni fa kasowna mayba ungundiinay al cidaama min al laftina laxman hiliba ungundiini uma antaas ka bacd anshanaahu insaanka mayba ku abuurnay khalqan abuuris aakhara kala abuuristaas kaloo ilaahay subxaanahu watacaala nin sheego mayba waayeen markii sidiidi door u sax mar afartan bero oo shahwo isueeyey afartan bero kala oo haddana calaq ah hinjir useeyey afartan kala mina gabalku hilib useeyey afartankaas markuu usa dhammaada iyo ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiis sallallahu calayhi wasalam mayba eray inna ahadakum yujma'u khalquhu fii batni ummihi ahadkiin markii ilaahay uumow mayba ku aruuriyey ololada aadis latiya ku aruuriyey 40 yowman minaha nudfatan afartan maalmood usoo markaa shahwo ibsiyey thumma yakunu haddana mayba naqdeere nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam calaqatan hinjira naqde mithla dalika afartan kale siyatumaha thumma haddana yakunu mayba naqday mudqatan mina gabalku yaro hilib ya naqde 120 birmaha thumma yursalu ilayhi almalaku malaga lahandire fayanfuqu fihi arruhu ruha ku afufe wayu'maru bidhalika almalak malagaas mayba la faray bi arba'i kalimatin afar kalimadood bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id mira rizqigiis iyo wali biyoogi iyo untidi iyo wali usa amal lahay dunyadan dhatiye iyo ahlun nar antusay ahlul janna antusay anta dhan la qoreerina maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa ma beere marku wala qad may ba xaqiiqe khalaqna antunu ugni al insana nabilay aadama ugni min sulalatin may ba ku ugnay shakshago ku ugni min tiinin oo dhoobo la shakshagi oo safayla lan minha nadifi thumma antas ku badana jaalnahu insaanka ku farcmi aadanaha nabilay aadam ku farcmi bawlaadisna mayba ku ugnay ama ku weelnay nudfatan ku ugni shahwo oo aada hibid ya ku batay aw ka dhabar jah ku batay yakhruju min bayni sulbi wa taraa'ibi intaas ku ugnay fi qararin oo ka jirta shahwadaas ilma galeen gudantis oo makiinan safayla lan ilaari thumma antaas ku badana khalaqna mayba ku ugnay an nudfata yaani shahwadi calaqatan ka dhigneeri fa khalaqna haddana mayba ku ugnay al calaqata yaani hinjirti mudqatan gabalko yaro afka la galadaw oo hilib ah fa khalaqna mayba ku ugnay al mudqata gabarkii yaray oo hilibkana cidaaman lafa ku dheen ku weelni fa kasowna mayba ungundiinay al cidaama laftina lahman hiliba gelina marka mana markuu soo lafay hadan hiliba an gundini thumma antas ku badana markii hilib an gundini an sha'naahu aadana haba mayba ku ugnay khalqan abuuris aakhara oo dhameystiran mark oo lan jiro dareerayo lama lugaad laho lama dhigeed laho faja'alnahu samii'an basiiran ka dhagni fatabaarakallahu ilaahay marku nusqaan ku rufun ahsanul khaliqina anti wal unta ilaahay an ku un fayleeri ilaahay subxaanahu wa ta'ala fatabaarakallahu ilaahay nazahan nusqaan iyo cilad iyo dhaliil oo dhan usiku nazahan ahsanul khaliqina anti wal untuna ilaahay an wanaajin ogway mar thumma antas ku badana innakum aadinihin isan ba'da dhalika markii abuuritaanki saas lan dhamaay ku bacda lamaytuna haddana adduunyo ku dhimadaasan ari ilaahay subxaanahu wa ta'ala markii isan ilaahay subxaanahu wa ta'ala seen dhameystiray seen jaan gooyay bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun maysan qorne markii wadkin gala kubadana dhimadaasan ari ilaahay subxaanahu wa ta'ala adduunyo ku tabaasan fuma antaas ku bacda innakum aadanihin ba'da dhalika arantaas kid ba'da lamaytuna hanu dhimadaan atin thumma antaas ka baad markaysan dhimatan innakum isin aadanihin yawmal qiyamati gigi qiyama tubacuna lahasin biye lahasin nolaye
إلهي هرتسى سور ما سمر قال تعالى إلهي ما بأري ولا قد ما بحقيقة خلقنا أنتون أوني فوقكم إلي انتين ما بكو أوني سبع ضرائق منها جديد أو تضبع يا إلي انتين كو أوني إلهي سبحانه وتعالى تضبع دي سماواتك يا إلهي سبحانه وتعالى ميلون نينكو تلما مهي أنو تصيعين أبو ذه إيا قدرة إيا وحداني دي إلهي سبحانه وتعالى أو إلي انتان كو أومي تضبع السماوات أو بغير أمد ترونها تير لأن إيه أو إسينا أرغا سنة إلهي سبحانه وتعالى نأري ولقد ما يبحق إيه خلقنا أنتون أوني فوقكم آذنهم من إلينتين ما يبقوا أوني كوركين سبع طرائقا جديد أو تضبع أو سبع سماوات لون قردو يا إلينتين كو أوني وما كنا أنون مئهيني أن الخلق مخلوقات إلهي أردن غافرين حانو حلمانسن مل ألال مل إيو كنولان تضبض السماوات هذا تضبض الدولول كنولان بدي كنولان بريو كنولان شيدو خوستيو كنولان أيان جن إيو إنسي إيو وربن نفكجرت وما كنا مئهيني أن الخلق مخلوقات إلهي سبحانه وتعالى هكيو غافرين حانو مك مئهيني إلهي سبحانه وتعالى قال تعالى إلهي ما بأري وأنزلنا ما بهدجيني من السماء سمده ما بهدجيني ما أن بيها كدجيني بقدر قياس أو إسن سيمكو فلن أو روب يهسين دجيني إلهي سبحانه وتعالى روب كنا ما بننكو كوي وصو إلهي سبحانه وتعالى نحر يستسنا كرداحن بيران وكبخايا أول ولب أو نفكجرتون النولحاس أو سو كنورة دو داد إيو دوني إيو ديغان با أن رونيو إلهي سبحانه وتعالى إدرك يوم مركز أن نفلن إلهي رغور ده أن مغوردا نصون إدرك أسا إلهي سبحانه وتعالى هنين دي رب أما ولي إدرك إلهي سبحانه وتعالى أن نفلن ولي كبادن منا دادا نقا ده منا هوري نقلم مايين جان نياس بيوغ دنبان كتنما دان وأنزلنا ما بها الدجينير إلهي سبحانه وتعالى من السماء سمده ما بها الدجيني ما أنبي الرابع بقدر قياس أو إسنسين كفرن فأسكنناه ما بها الدجيني بيوغ أسونا في الأرض لول كسين دجيني رابع كوي والإسن استعمال لايتن إسين ما بها أنصوب ستين وراء أنصوب ستين إلا أنقضتن وحياباسو أما منا بيوغي كورمركوسو كوكوي مايبا إلهي سينكو سيمي أو سينكو دجيي أو مركا دولغا مركا سي اسم بيوغاز بيروغن انكو وراب ستان حيوانات كن انسي ستان اسينغن انكو وراب تان انكو هنگور كر ستان انكو قبوي ستان انكو دردغة تنغاري إلهي سبحانه وتعالى فأسكن ناهو سين دجيني بيوغاز في الأرض دولغا لاتيسة سين دجيني مركي ورو سينكو قرانغنا حدنا إلهي سبحانه وتعالى ما بسينك سمي بيوغاس أيل كرتيس لولكم قد لاسن بيها كل بحاسن وإنا أنير إلهي سبحانه وتعالى على ذهاب منها بيوغاس لتبوجة باب يوجة به بالماء بيوغاس لقادرون أبودا أن لنوى مرك لولكم نسينك سنني وراء نسينك شبني بيوغ أسن قد لاسن شان متر كباد بحاسن بحيو أيل كسن قد لاسن أنا سينسور جليني لكن أنا أبو ذا أنا بيوغاس أنتو أنا سينكو درجينو إسم سكست بهذه سن أنقو دان حامباس دو كورنانا أبو ذا أنا أري إلهي سبحانه وتعالى وإنا أنا على ذهاب يعني بيوغاس لتبو يبيه بيوغاس لقادرون أبو ذا أنا قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سورة الملك أيضاً كذب بيت إلهي ما بأرين صوباً ما بان إراسم قل أرأيتم إن كوار مب إن أصبح ماءكم حدي بيون إسم أرور داسان نغدا غوراً مت دائرة دي فوق دي طول كتين بدي فما يأتيكم أي سينشي نكر بما إن بيو أو معين برق دو أي سينشي نكر كو أو غال المركاسة ما بأرين ما انتون بديل قادنو جروين قادنو حباس دان إسلام مركب اللامد هندوات بيو يلوك ديدي هندوات لكو ببوجي واحد بادل قادوي قروين قادوي بيو سابسو يلير مرك قال تعالى إلهي ما بأري وأنزلنا ما بهدجيني من السماء إركي قسم ما بكوشيغني ما أنبيكوشيغني بقدرين قياس
فأسكناه مبا دجيني بيوغاس في الأرض دول كت داتيسا سين دجيني وروسين كشبني قال كنا كل باسان وإنا أنونا على ذهاب بيو لتبوجي به بيوغاس لقادرونا أبو دان لان ومركنتي بيو دم إبرسين كوكو فأنشأنا مبا أونر إلى سبحانه وتعالى لكم لأجلكم درادين مبا أونر به بسبب الماء بيونكو أوني جنات بيروين من نخيل أو تمريال وأعناب أو أنابيال لكم مبسينكو سغن فيها بيروين كاس فاكهة يعني قدار من الفواكه ووالب إيرانك لكو أمار لأره ومركز حقوص طب سيد التفاح إيو إمباغ إيو أنونغ يا إيو الليمود وحيابها سوى مرك إلا مبري فانشأنا ما يبقون لكم لأجلكم آذانهن درتين به بسبب الماء بيوغس إركون كشانن درادة ما يبقون نولين كو أبورني جنات بريال أسينديال من نخيل تمرسين كيالان وأعناب أنابيال لكم ما بسين كسوغن فيها بيروين كاس لاتيو فواكهن يعني قدار أو كثيرة وإيدي إذن فربدا ومنها ما يبقون ماذا بريال كاس تأكلون حانو إسن آمسان وكرس داسان نسينكم بذين وشجرة من فأنشأنا لكم شجرة ما يبسين أوني شجرة جيديال جيدة سين أوني تخرج بياسو أما حقل بحسن من طور سيناء سيناء يو سيناء لما قرأ أكار ومر تخرج بياسو جيدكاس من طور سيناء بورتو طور سيناء لعرو بياس من الجيت كان لشجعي ما بواية سيتون كواي تنبتو سيتون كم ما بدريه بيجي بدون صبغة دريه إيه وسبعين معناه قصارة دريه للآكلين أضدك آميان يعني سليد منفضة لكو آمي ولا لك الشف جبذي ولا لك الضلعية ولا لك الضلعية من الراشين منها سليد أو سيتونك أنت سود داوين أت تنتال مرسده هي مركونو منفضة اسكوكو آماز مركونو مايبا كنو تايسداز امبولودي اسكو كنو تايسداز إلا مايبا اري مركا تنبوتو مايبا دلاز ينبوتو غراء كالواي بدهني صبغة دلاز يعني سيتونكو صبغة دلاز إيوا سبغين يعني غوصار نكو دير داسان كوال داسان غوصار كوصار كوال داسان يا كوال داين للآكلين هانوال آمين قال تعالى إلى مبئري وإن لكم ما يبصين كسوغنا في الأنعام نم عليد قال يلودي يرنك لا إبرة والخقاد شيء يفيرك جارة يسين كسوغنا إلى سبحانه وتعالى سبب سنة ما بوايا نسقيكم ما يبصين كورا بيانة مما ولاغي في بطونها أولادي جدانتي كجر يم يبصين كورا بيانة لبنا خالصا yana aanan oo nadiif ah meel iyo xamaraas oo aanadaasna diiga xamaraas dagi xamaraas xara xamaraas kaadi xamaraas ya daan xamaraas ilaahay subhanahu wa ta'ala ma baa marka wa inna lakum ma baa seen ku suguna aadanihin fil anami galaga iyo loodi iyo irinka la ibratan fiirma gaar ah oo isunku ibra qaado kortan nusqiiku ma basinku waraabiyane gaalag iyo loodi iyo irinka mimma walaagi fi buduniha ololadii dhatiye yaani labanan khaalisan saayiqan li sharibina dadku waraabeen aan maan badan ah ya marka sinku waraabiyaneeri walakum may kala sinku sugun fiha gaalag iyo loodi iyo irinka manaaficun yaani wal taryal kathiratun oo farabadan marko hilib je amasan marko dufti iyo bool iyo marka gurudaasan marko magaar iyo teegdaasan marko jiimbara ka dhigadaasan marko dhufiyaasan marko beesi ka dhigadaasan marko jaakada iyo suuman iyo kobe ka dhigadaasan manaaficun kathiiratu mar wa minha mayba kumida gaalig iyo loodi irinka taakuluna hano isan amasan oo goore sidaasan mar wa alayha mena gaalig iyo loodi iyo irinka kordhe iyo alal fulki maraakiibta kordho atuh maluna isin iyo alaabtinba lasin ku hanbaare wa marag marna geedida ku dhigadaasan quraay tanari ilaa subhanahu wa ta'ala qala ta'ala ilaahi may ba'ray wala qad arsalna nuuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilaahin ghayru
marka meeluhu ma banin ka bilowday nabiyullaahi nuuh alayhi salaatu wasalaam iyo qoladiis waxyaaba usu qolo kulmi iyo meeluhu nin ka bilowdaas marka ma baa haku bilowane yaani asharka ku nagaan marka meeluhu ku simaan qala taala ilaahi ma baa eray abdaw ma baa ka bilaway hadhihi suura suuradan sharafta badan bismillaah maga ilaahi ka bilaawe arrahmaani allah soo naxariistis guud ag naxariisada odoomadiis mu'min iyo gaal ee adduunyadan arraxiimi allah naxariistiis gaar unku talagalay ee mu'miniinta ee jannada qaala tacaalaa ilaahi maba eray gadda maba xaqiiqa ee aflah anti liibanin almu'minuuna xang ilaahay rumay migir iyo bilaan oo mu'miniin longorodow alladiina hum akhyaartaas oo hum iyo fii salaatihim salaado jodhatiye khaashi'uuna ku khushuucayan waalladiina akhyaartaas oo hum iyo anil lagwi yaani hadalka maalaayo aniga eh mucriduuna ku jiisidayan waalladiina akhyaartaas hum iyo lizakaati zakaadana faaciluuna basdaayan waalladiina akhyaartaas hum iyo lifuruujihim owrooyin iyo xaafiduuna dhuuridaayan ilaa calaa aswaajihim haasas iyo korjo unku hayn ow maa malakad iimaanuhum iyo wali galnyaaj oo midigto milkiyan oo doommada la inku ilaalsadaan eer ilaahi subxaana watacaala fa innahum iyo khayru maluumiina xaanan la kula degaalow ma eh faman ibtagaa axadkii dalaba waraa'a daalika xaaskaas iyo odoommadaas weli ha ku dambay lankii dalaba oo marka zina ee dalaba fa ulaa'ika kuwaas hum iyo mayb waayeen alcaaduuna xani xuduuddii ilaahay subxaana watacaala ku tilaabsadeenoo xadgudubin ar ilaahi subxaana watacaala waalladiina akhyaartaas oo ilaahay gis ku liibanay mayb waayeen hum iyo liamaanaatihim ammaanooyinka iyo wacahdihim iyo ballamadii alla ku galeen nafsadii ku qaadeen odoommada kale iyo la galeen raacuuna ilaaliyaay waay waalladiina akhyaartaas hum iyo calaa salawaatihim salaadooyin iyo dhammaantiyo sunni iyo faradba yuxaafiduuna dhuurayn ilaaliyaayeen way ulaa'ika kuwaas hum mina akhyaartaas alwaarithuuna dhahaltooyi way xaani wala dhaxlaayeen way alladiina akhyaartaas oo yarithuuna dhaxlaayeen alfirduusa jannatulfirduusa xaani dhaxlaayeen marka ay ku dhaxlahayeen marka gaali ku dhaxleen marka gaali ku dhaxleen ama naarti iyo gala lahayeenna gaala dhaxleen marka iyona gaaladii meeli janno iyo ku lahayeenna mu'miniina dhaxleen hum iyo fiiha jannatulfirduusa dhatiye khaaliduuna kuwareen walaqad mayba xaqiiqa ee khalaqna antuna uuni alinsaana nabiyullaahi aadam min sulaalatin soo soocida ku uuni min diinin dhoobo oo la soo soocay la shaqshagay oo mina burug hoosla ku bii uma antaas ku bacdana jacalnaahu aadanaha oo ku faramin nabiyullaahi aadam mayba ku uugnay nudfatan shahwi ku uugni takhruju min beyni ama yakhruju min beyni sulbi wa taraa'ibi aadi awku haku baaw fii qaraarin oo laku dhahdeedii yaani ilmagaleen dhatis oo makiinan la ilaali fuma antaas ku bacda khalaqna haddana mayba ku uugnay an nudfata shahwidii calaqatanga ku uugni hinjira ku dhigni fa khalaqnaa mayba ku uugnay alcalaqata hinjirti mudqatan gabalko yar oo afkahal mar la galado koro gamuurkoo ka dhigni fa khalaqnaa mayba ku uugnay almudqata gamuurkiina cidaaman lafi ka dhigni fa qasownaa mayba an gundinay alcidaaman lafaagi laxman hidib haddana waalni uma antaas ka bacdana anshanaahu insaankii haddana mayba kuweelna ama uugne khalqan abuuris aakhara oo kale oo dhammaysurano lamu lugaad lamu ganyaad af dhig san iyo xawaas iyo qalbo oo walku ilaaliyow oo dhangan weelneeri fa tabaarakallaahu ilaahayaa nusqaan iyo cillad iyo dhaliil oo dhan ku hufan axsanu lkhaaliqiina anti wal uuntun ilaahaya un wanaajin og uunka uma antaas ku bacda innakum aadanihin isin bacda daalika markii wadkin gala ku bacda lamayituuna haano dhimadaasanga etiin uma antaas ka bacda markiisan dhimatan innakum isin aadanihin yowma alqiyaamati geegi qiyaama tubacuuna haddana qubuurogin yalahasiin ku saare ilaahi subxaana watacaala hor surumaasan walaqad mayba xaqiiqa ee khalaqna antuna uugni fowqakum iliintin sabac daraa'iga jidid oo todoba eh iyo korkin ku uugni sabac samaawaad way todobadii samaawaad wamaa kunnaa unuuna maxaaneer ilaahi subxaana watacaala anil khalqi makhluuqaadka antaan la eg khaafiriina xaanu xilmaansan mil alaalmeeli iyo ku noolan wal alaalwale iyo suubiyan
أنتاس أو دن أن ممجنين إلى سبحانه وتعالى وأنزلنا ما بدجيني من السماء سمده ماء بي بقدر قياسها دجيني أو إسنسين كفرن فأسكنناه ما بسين ده دجيني بيوغس في الأرض دول قدتس وراغ إيو أهل كيسين غالي وإنا أنون على ذهاب بيوغس لتبوج به بيوغس لقادرون أبو ذكر ننتون باب إنه والاسم وراب تنب وايتان فإن شاء أن ما يبقى أبورني لكم لأجلكم به بالماء بيوغاس إركون كشاني ما يبقى كؤوني جنات بيروين يكؤوني من نخيل أو مركة تمريالة جي تمريالة وعناب وأعناب عنابيالة لكم ما يبقى سينكسون فيها بيروغاس داتيو فواكيهن ودار أو كثيرة فربض ومنها بيروين كاسيكيون تأكلون ولكو أمسان وشجرة ما يبقى أبورني فإن شاءنا لكم شجرة جيدة أبورني تخرج بيو من طور سيناء يعني بورت طور سيناء لعرو جيد سيتون إواي تنبطو ما يبقى دليا يسون بدون السبقة دليا والسبقين إيدان دليا والغوصار دليا للآكلين ذاتك آميان يأن دليار إلهي سبحانه وتعالى وإن لكم ما بسينكو سغن آذانهم في الأنعام غالق إيو اللوذي إيو إرنك لا إبرة إبرة قادة شسينكو سغن هدن انتي اسم والكو قادة كورتني أبودها إيو وأداني إيو قدريد إلهي سبحانه وتعالى قدر عمو كورتان ما يوالي نسقيكم ما بسينكو ورع بياني مما ولاغي في بطونها غالغ يلوذ يرنك أولولذ يرتيو لبنا خالصا عن النظيف اسين كورا بيهين ولكم مبا سين كسوغن فيها غالغ يلوذ يرنك منافع والتربضا ونافع والتر أو كثيرة فربضا مركو مركا مبا سوبيا سن عانا داسا كورا بسا مركو غوريس داسا مركو دفتيس مركو اسكو غداسا مركو مغار يتيغ داسا مركو منه جيمبارا كو سوب ساسا مركو نو سومن مركو نو بيس مركو نو كوب مركو نو جاكدا ومنها غالق يلود يرنك تأكلونا مرنا آما سنغري وعليها غالق يلود يرنك كورجو إيو على الفروكي دومه يو مراكيب كورجو أتهملونا إسن إيو على عبتنبا لسين كروري وانا سين قادان والله سبحانه وتعالى أعلم بالله توفيق وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.